اول حاجه نبدا بطاجن المكرونه عشان نحطه في الفرن. عشان نعمل طاجن المكرونه باللحمه المفرومه عندنا، باللحمه المفرومه مش المفرونه، معلش استحملوني كامل اليوم الفاضلين في الصيام. مكرونه قلم مسلوقه نص سلقه مش ثلاث ارباع، ملح وفلفل، سبع بهارات، بصل مفروم، فلفل حار مفروم او متقطع شرايح، طماطم مفرومه، صلصه طماطم، معلقه سكر، لحمه مفرومه وزيت. طيب انا كنت الصبح في مشوار كده يعني بعمله، وكل البنات اللي شافوني هناك قالوا لي يا اميره هو انت ليه بتحطي سكر مع الحوادق او مع صوص المكرونه او كده؟ نقطه الملح مع الحاجات المسكره بتعادل الطعم كويس جدا، ونقطه السكر مع الحوادق بتعادل الطعم كويس جدا، وخاصه لما يكون عندنا طماطم فطعمها حمضي، ليمون، خل، توابل كتير، تلاقوا معلقه السكر دي جت ظبطت الدنيا، مش هتحسوا انكم بتاكلوا حاجه مسكره مسكره كده يعني حلويات، لكن بتعادل الطعم كويس قوي. يلا نقول بسم الله. معلقه زيت هنا هنزل عليها بصل مفروم، طبعا اللي ما بيحبش الفلفل الحامي يشيله، ممكن يستبدله بفلفل رومي. بصل، فلفل حامي، معلقه زيت، ملح، فلفل، سبع بهارات، كل ده من عند العطار طبعا، معلقه سكر صغيره، وبعدين انزل اللحمه المفرومه. بصوا بقى بدات تخش اهي في التسويه كده، اقوم منزله لها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طاجن المكرونه اللي بناكله عند محلات الكشري وعند محلات الطواجن. يلا نزل بقى صوص الطماطم اهو يا جماعه، وادخل كل المكونات في بعضها، وبعدين اقوم جايبه بقى الطاجن. ادي المكرونه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل اتنين طاجن، كميه كبيره وحرام الدنيا صيام اهو، عشان خساره. بتبقى الطواجن دي اللحمه المفرومه هي اللي على الوش يا جماعه. معلش مين يا استاذ طمان؟ وشويه صلصه على الوش، معلش لان الكميه كبيره فحرام. لو حصل معاكم كده في البيت اعملوا اتنين طاجن، واحد سووه في الفرن والتاني دخلوه الفريزر، عادي جدا وقت ما تعوزوا تطلعوه وتعملوه على طول، بس احنا هنا الدنيا صيام فيعني ايه مش هيخسر معانا ابدا، بالعكس. يبقى كده خلصنا الطواجن، شويه كده من الصوص برضو عشان ده بيحب يبقى يعني فيه شويه صوص ما يبقاش ناشف قوي. وعلى الفرن هيقعد قد ايه في الفرن؟ هيقعد في الفرن نص ساعه بس خلاص، ويبقى كده الطواجن بتاعه الفراخ جهزت.